حياكم الله في روسيا وبالتحديد في مدينة موسكو. سنة 2023 قربت تخلص ومع نهاية السنة خلونا اليوم نحاول نتعرف إذا السفر في روسيا أمان ولا لا. المدينة حسب ما شفتها أنا للحين فاضية ما فيها سياح، حتى الهوستل اللي أنا قاعد فيه كله روس ومو سياح، ناس يشتغلون، فأظن أنه ما في سياحة. فخلونا الحين نروح عند أشهر معلم سياحي في روسيا كله اللي هو الريد سكوير، وخلونا نشوف إذا في سياح هناك ولا لا. جدول السفر حقي يا جماعة ما يسمح لي غير أني أقعد يوم ونص في موسكو بس، واليوم بالليل عندي قطار إلى مدينة سانت بيترسبورغ. فإيش صار في اليوم ونص هذه؟ أمس وصلت وأمس كله مطر ما قدرت أطلع، اليوم بعد من الصباح كان كله مطر بس الحمد لله الحين خف، يعني المطر خلص، بس مع ذلك الأجواء كذا غيمة، يعني الأجواء هذه الداكنة اللي تشوفها أو اللي إحنا ماخذين الصورة النمطية عن الدول الإسكندنافية، فهذاك الجو محصلة الحين في موسكو. أنا ما أدري الصراحة إذا هذا الجو يعني عادي عندهم ولا بس في هالأيام، صراحة ما عندي فكرة. وأنا ماشي كذا في الشارع حصلت حاطين صور أظنهم للناس اللي ماتوا في الحرب الروسية الأوكرانية، وحاطين لهم زهور وكذا على أساس أنه تكريم، فهذي لهم الناس. اشتد المطر يا جماعة وحصلت محطة باصات وقلت يلا بنتظر لأنه مستحيل الواحد يمشي في المطر، المطر قوي والله، لو مشيت دقيقة واحدة بس راح تبلل. فالله يستر لا يتكنسل هالفلوج، لأنه لو كذا مطر وين ما راح أقدر أصور أي شيء. فإذا أنتم تشوفون هالفيديو معناتها أنه الأمطار خفت، وإلا الله يستر. المشكلة أنا قعدت 4 أيام في مدينة كازان قبل موسكو ما صورت ولا شيء، وجاي موسكو وشكله يمكن ما في شيء راح يتصور في موسكو. يلا الحمد لله خف المطر شوي وتحركنا، بس الشارع في بعض الأماكن كأنه صار مجاري، يعني هذا شلون تعبره؟ وهو المشكلة الدخولية للريد سكوير، ويمكن من هناك خلنا نروح نعبر. أظن إن إحنا وصلنا للتايم سكوير للريد سكوير، وهذه هي الدخولية، لأن في ناس كثيرين الحين طالعين رايحين وجايين من هني. طيب في السنتر في عدد سياح لا بأس بهم، أنا كنت متوقع يمكن أقل، بس يعني في جماعة وفي ناس جايين، لكن الغالبية العظمى كلهم روس، ويمكن كلهم ما أدري لأني أصلاً ما شفت أجانب للحين أو سياح. خلني الحين أعطيكم شوية فكرة عن المكان اللي إحنا فيه اللي هو الريد سكوير. هو تقريباً نفس الممشى والبوليفار تشينوفس كذا، وفي مباني كثيرة حوالين هالمكان. أول شيء وأشهر شيء اللي إحنا نعرف إذا انذكرت روسيا لازم نشوف هذه الصورة، هذه طلعت مجرد كنيسة مبنية في القرن 15 أظن، وهني وراه على طول الكرملين، والكرملين معناتها حصن أو قلعة، عشان كذا مبنية على هذه الأشكال اللي تشوفونها، هذه اللي كانت أيام زمان للمراقبة ويشوفون من بعيد الناس جايين من اللي داخل المدينة وبر المدينة، وهو مقر إقامة بوتين، وحصلنا جنود وذكرت بوتين طلعوا لنا جنود وكذا. فهذا هو يعني مكان إقامة بوتين هو حاليا هنا، وجنب الكرملين هناك في شوية متاحف أشياء كذا، يعني مش مشهورة كثير بقدر شهرة هذا الكنيسة. وهذاك أكبر شيء هذاك مول، يمكن أقدم مول في روسيا أو شيء كذا، بس هو جدا فخم، فلازم ناخذ لنا جولة في هذاك المول. تدرون شنو أسوأ شيء في اليوم اللي يكون كله غيوم؟ إن الصور ما تطلع حلوة، ويمكن تحتاج تعدل عليها كثير. الريد سكوير تقدر تفهم أهميته عند الروس من شيء واحد، إنه هذا المكان يعتبر نقطة الصفر، يعني سنتر الدولة كلها، يعني إذا يبون يقيسون أي مقاسات أو مسافات إلى أي مكان معين سواء داخل موسكو أو الدولة كلها، فهم من هني الانطلاقة، هذه يعتبر البداية الصفر. فلو تشوف مثلا مدينة كازان فهي تطلع مثلا 1000 كيلو، أو فالفكرة عموما يعني أنه هذا يعتبر السنتر، والمقاسات تبدأ من هني، ويعني يقيسون الأشياء من هني. فهذا المبنى اللي تشوفونه وراي تقدر تحصل جثة لينين اللي هو قائد الثورة الشيوعية، غني عن التعريف لأنه مشهور جدا. الروس بنفسهم محتاجين مرشد سياحي، كثيرين يعني كل مكان تحصل مرشد سياحي، وأنا في بلدهم وما أحتاج مرشد سياحي. المطر رجع يا جماعة.
واول ما ينزل مطر البرايتنس الاضاءه تنزل، يعني تقول حد خفف الاضاءه حقت المكان لان كله يصير كذا غيوم وظلام. احنا ترى يمكن الحين ساعه 2 مو كثير يعني، بس تحس انه كذا ساعه 6 كذا وقت المغرب. وكالعاده هذا هو الحل الوحيد وقت المطر، ان احنا ندور لنا كذا مظله ونوقف، بس ما في حل غيره. وهني بعد شباب وكل الناس يجون ويوقفون، بس اللي معاهم مظلات كذا يكونوا مواصلين عادي ما عندهم مشكله. اوف الموجه صارت قويه والله، حتى المظلات ما تنفع الحين، الناس جايين حتى اللي عندهم مظلات جايين. وبالمناسبه هذه البراندات العالميه كذا اللي مقاطعه روسيا فمحلاتها مسكره، هني شانيل، ولو تشوفون المحل من داخل ما في شيء، بس للحين يعني ما سكروا المحل، يمكن في امل انهم يرجعون للعمل في روسيا في يوم من الايام، لكن حاليا محلاتهم فاضيه ما فيها شيء. المطر توقف يا جماعه، لكن جت كذا موجه برد. هو لو مكان بارد كذا تجيك شويه هواء كذا فيبرد لك الجو كامل، وهني جانا هواء مع مطر فالجو صار بارد الحين. وفي ناس كثيرين لابسين جاكيتات وانا بس لابس هودي، ف يمكن عشان كذا انا بردان. وبعدين احنا مو عايشين او مو متربيين، مو طبيعه اجسادنا ان احنا نعيش في اماكن بارده، فالروس وكذا عادي يمكن بالنسبه لهم، بس احنا لا. فالظاهر بعد شوي بندخل داخل المول لأن المكان صار بارد وخلاص ما في شيء ينشاف أكثر. دخل داخل المول يا جماعة، وهذا المول حرفيا من أجمل المولات اللي شفتها، التناسق والتناغم بين الديزاين هني عجيب والله. في مولات كثير حلوة هالأيام، لكن الفكرة هني إنه مول قديم وللحين محافظ على رونقه. الظاهر روسيا للحين عايشين في 2020 إعلانات فحص كورونا، الله لا يعيدها من أيام، خصوصا للي كانوا يبون يسافرون وقتها. والله مشكلة، كل دولة لها إجراءاتها وقوانينها، تاخذ حجر صحي، تنزل في فندق، تسوي فحوصات. الفحوصات بروحها في دول 200 دولار 100 دولار. والله كانت أيام. الشيء الوحيد اللي نقدر نقول عنه الله لا يعيدها من أيام بس. ونفس الشيء اللي كان برا حتى داخل المحلات العالمية، محلاتهم للحين موجودة بس ما فيها أغراض، ما تقدر تروح داخل وتشتري. المبنى اللي أنا فيه حاليا اسمه السوق المركزي أو السنترال ماركت، هو مكان عادي في مطاعم وكافيهات كذا تيجي تقعد، بس المكان له أهمية تاريخية، هذا هو اللي ميزه. السوق هذا كان مشهور جدا أيام الاتحاد السوفيتي لأنه كان أول سوق مغطى، يعني الأسواق عموما أول تكون مفتوحة، لكن هذا كان عليه سقف وكذا يعني. فحصلت لي مطعم تركي هناك فوق، لو تشوفون هذاك المطعم حصلت عندهم كذا وجبة حلوة ما أعرف إيش اسمها، بس هي لحم بقر وكذا، وعطوني هذا الجهاز على أساس أنه طلبي رقم 4 وكذا مكتوب رقم الطلب. هو الحين بدأ يهتز، شوفوا، فأظن الطلب صار جاهز، فلازم أروح أجيب الطلب. هذه تعتبر تجربة للمايك لأن أنا الحين قاعد أتكلم من مسافة، فخلينا نأخذ الطلب. Okay. It's hot. Uh-huh. So I have to. Thank you. يلا، هذا هو الطلب وصل. الظاهر ان الصحن بعد من ايام الاتحاد السوفيتي. الصحن قديم. سألت الرجال فقال لي ان هذا اول شيء لحم بقر، بعدين تحته بتحصل خبز، فهذا هو الخبز، وهني اظن لبنة، فخلونا نسمي الله باللبنة. ايوه لبنة. الوجبة حلوة والله، خلوني اقول لكم سعرها كم. احول انا دافع 560 ولا 540 نسيت والله، خلنا نحسبها على 550 عشان نكون في الوسط، تطلع 20 ريال قطري تقريبا، يعني 5.5 دولار، هذا هو سعر الوجبة هذه. ويا جماعة اللي ما يعرفون، لما اقول ريال قطري هو نفسه الريال السعودي،
الفرق يمكن 0.001. هذا للناس اللي من برا الخليج من العراق وكذا، والخليجيين اكيد يعرفون. طلعت برا يا جماعه، اعوذ بالله، برد. كنت تقريبا ساعه كامله قاعد داخل، شحنت جوالي وشحنت الكاميرا شوي. المهم اقسم بالله معاناه، هي درجه الحراره 10 12 15 كذا، لكن المشكله لما يكون في هواء، والحين الظاهر في هواء وفي شويه ماي يعني مطر. شوف الكاميرا شلون تطير، الله المستعان. مثل ما شفتوا يا جماعه، حاليا في شهر 10، موسكو حالها كحال اي مدينه، عادي، السياحة عندهم عادية، كل شيء عادي، ما عندهم أي مشاكل. بس يمكن الفرق الوحيد في هذه الفترة إنك إذا حبيت تزور روسيا لازم تجيب معك كاش من أول، لأنه بطاقتك البنكية من وين ما كنت ما راح تفيدك في هذا البلد إلا إذا جيتني وفتحت بنك جديد، يعني فتحت حساب في بنك، لأنه حسب ما خبروني إنهم سهلوا للسياح إنهم يفتحون حسابات كذا ويشوفوا وضع الفلوس. عموما انا اصلا ما انصح انك تجي في هالفتره، تعال الصيف احسن. بس للعلم انا تفاجأت من كميه العرب اللي شفتهم هني، ومو شباب، لا، عوائل جايين موسكو وجايين روسيا عشان سياحه. الصراحه انا ما كنت متوقع هالشيء. يمكن من اهم الاسباب انهم شالوا الفيزا، اول كانوا حاطين فيزا لازم تروح من السفاره وكذا، الحين خلوها فيزا إلكترونية، فأظن السبب هذا هو، يعني لأنه سهل أنك بس تطلب أونلاين وتأخذ الفيزا خلال 4 أيام وتوصل. طيب يا جماعة، رحت الهوستل، خذيت أغراضي، والحين رايح إلى محطة القطارات، لأني رايح إلى مدينة سانت بطرسبورغ. فيعني حتى راح تشوفون القطارات بعد في روسيا، ضمن كل هذه الأشياء اللي قاعد أتكلم عنها أنه هي أمان ولا لا. فيعني بتشوفون أنه حتى القطارات شيء عادي، الحياة شغالة والأمور طيبة. خلونا نحجز التذكرة أول شيء. أمس ركبت محطة كان عندهم إنجليزي، بس هني الظاهر ما في إنجليزي، فهذه هي أظن. وش نسوي الحين؟ نحط الفلوس. أيوة. يلا الحمد لله انه قبل الفلوس، لان مرات كثيره يرجع ما يقبل الفلوس. كل هذه فكه، هذه التذكره وهني الفكه. هذه مشكله روسيا يا جماعه، والله الحين في جيبي كله فكات كثيره، شنطتي الصغيره هذه اللي تشوفونها كل مره يمكن احصل نفس كذا.